عشاق الفصالة والخياطة، السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير بحول الله. كملنا المونتاج ديال الشيبا، والتذكير فقط صاحبة الشيبا بغاتها بلي بلي، ما بغاتهاش بلي بانس، وصوبناها لها بلي بلي. غادي نفسر الطريقة كيفاش يمكننا نرجعو لي بانس، رجعوهم دي بلي ان شاء الله. بالنسبة للفتحة ديال الدار، غادي نكرانتي 1 سنتيمتر اللي خلينا كون فالور دو كوتور، وغادي نكرانتي البلاصة اللي غادي نتني عليها لا بارتي غوش ديال لا فونت. وغادي نكرانتي البلاصة اللي غادي تغطي الفتحة. في بداية الفتحة ديال لا فونت غادي نكرانتي 1 سنتيمتر اللي خلينا ديال الخياطة. مني كنقرب لا فونت كنهبط ب 1 سنتيمتر ديال لا فالور دو كوتور، كنغرس ليبرا وكندور الثوب ونخيط. كرانتينا 1 سنتيمتر ف لا فونت، لو كوتي دو لا فونت. غادي نطويو 1 سنتيمتر من لو كوتي غوش و 1 سنتيمتر من الكوتي دغوا، ونحطوهم متقادين كيف كيف يكونوا مقادين، ونخيط وندير البوان داغي. خاصهم يجيونا مقادين في الخياطة. غادي نكرانتي هاد الكوان هذا ديال لا فونت غير طرف واحد ديال الثوب، ونكون بعيده على الخياطه، ما نقربش الخياطه مني كنكون كنكرانتي. غادي نحل الخياطه، غادي نديرو سيربيكور للفتحه ديال الظهر فوق الخياطة اللي لقينا بها لي دو كوتي ديال لا فونت على الوجه ديال الثوب. كنحلو لا فونت، كنطويو يدينا ما بين لو دو و لو دوفون، كنقبطو مزيان الخياطة اللي خيطنا اللي فيكسينا بها لا فونت، كنقبطوها بليبرا وكندخلو يدينا هكا، كندير غرزات طوال يبانو في الوجه ديال الصايا باش نماركي لا سيربيكور اللي غادي ندير لا فونت. حتى الخياطة ديال النصف ديال الظهر دابا هكا غادي نقطع، غادي نقلب الجيبا، غادي نخيط من هاد البلاصة هادي المحلولة هنا، ونمشي هكا كيف ما ماركيت الخياطة هكا حتى لهنايا ونحبس. غندير بوين داغي هنايا وغندير بوين داغي هنايا، ديك الساعات غادي تفيكسا ما تبقاش كتحرك، غتولي هكا مسدودة. درت لا سيربيكور
لا فونت. دابا غادي ندوزو لورلي. غادي نقي الخيط وغادي نجي لهنايا الباء ديال لا جيب لتحت ديال الجيبة وغادي نقبط هكا ونثني على الظهر هكا البلاصة اللي ترنتيت فيها هكا وهذا اللي خليت سنتيم فيه هنقبطهم هكا وغادي نخيط بالقياس ديال لورلي اللي خليت هنايا انا خليت هنايا 3 ديال السنتيم غادي نخيط 3 ديال السنتيم غادي نزول الخيط مزيان نفينيوها من الخيط حنا كنخيطو وحنا كنزولو الخيط وغندير هكا غنتني هاد الثوب هكا وندخل صبعي وندور هنايا هكا غادي ندفع هاد القنيسة دا غير بشوية بلا ما نفرصي وبيديا كنقد دابا هذا هو لورلي ديالنا هذا هو القياس اللي خديت ديال لورلي انا خيطتو غناخد نفس القياس عليه هكا كنتنيو نفس القياس باش كتجي هكا مقاده صلحت القياس لورلي ديال الجيبا غادي نقلبو الثوب ديال لافونت على الظهر وغادي نتني على لاكاسيغ اللي صلحنا البليه ديال المصلوح اللي درنا وغادي نخيط على 1 سنتيمتر اللي خليت دو كوتور و 3 سنتيمتر ديال لا فالور ديال لورلي غادي نخيط حتى لهنايا ونستوبي هنايا غادي ندير هكا ما نبركش بزاف ونصوب لورلي دابا هنا غادي ندير لورلي بليت غادي نديرو لورلي الصايا الجيبا ولا التنوره كلهم اسماء ديال الشيبة ناخذ الخيط غادي نلوي هكا على صبعي وندير لو نو غادي نقبط هكا صبعاني غادي ناخذ الخيط وندخلو من لهنايا من الداخل من الداخل من لهنا غادي نجي لهنا وغادي نهز جوج غريزات جوج الخيوط ومع الحد ديال لورلي
غادي نهز الابره غير في هاد الثوب هذا. مني كنقلبوا هكا الوجه ديال الجيبا كنلاحظوا بان الخياطه هنايا ما بيناش.